البيضة بتجري ورا البيضة عاوزة تطولها. محمد عبد الوهاب لو جه هنا كان غناها. هما مش عايزين يسيبوك في حالك، مش من مصلحتهم ان هما يسيبوك في حالك. ده بقى نظام البطاريات ان احنا بنقول عليه المفروض سيستم كلوز سيستم. المفروض انا لو طفيت النور دلوقتي لان كل مقفول وكل كل الانترنت كلها حواليك النور. درجة الحرارة في المحول اللي داخل الهواء اللي داخل كام متر مكعب في الثانية لكل فصل، وعليه انا اقدر اخزن البيضه بتاعه في العنبر ده لمده 21 يوم بدون اي تلف، لا ميكروبي. لو خزنت في نفس الميكروبي بس ممكن تخزن في مكان ثاني. ما انا عارف مش بس هو المنتج نفسه نظيف. المنتج نظيف زي الفل، مفيش ولا فيه الكالسيوم فيه سليمه، مفيش مضادات حيويه، مفيش قشره قويه جدا. طب انا هقول لحضرتك حاجه بقى، يعني ده المهندس ايهاب الشربيني مدير عام شركه صحارى للانتاج الداجني. الشركه كده اسمها صح؟ صحارى الامن الغذائي. صحارى الامن الغذائي. يعني النهارده لما يجي لي واخد مني بيض امبارح شهر. طبق البيض ده تكلفته النهارده كام يا باشمهندس؟ والله العظيم 45 جنيه. تكلفته النهارده 45 جنيه عليك. والله 45 جنيه وريال تقريبا. 45 جنيه ولغايه 46 جنيه لو الاعمار زادت. مع 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 قله الانتاج وفي المزارع يزيد عن 45 جنيه يوصل ل 46 جنيه. ده في المزارع المفتوحه بقى واللي هي الصغيره والاعمار الكبيره والاعمار الدواجن الكبيره اللي هي بيقل فيها عدد البيض سنويا. الاكل يزيد والانتاج يقل. شيء طبيعي ان التكاليف عندنا كل يوم بيزيد. يعني انا مفيش اي سلعه خامه بتخش في الانتاج بتفضل ثابته. ده الاستاذ محمود فوزي لبنه منتج بيض وعضو شعبه البيض المائده في الاتحاد العام لانتاج الدواجن. التكاليف عندنا بتزيد يوم عن يوم. عندنا الذره بترتفع يوم عن يوم، الخامات كلها بترتفع يوم عن يوم، التكاليف التشغيل كلها بترتفع يوم عن يوم. احنا بنشتري. طيب انا عاوز اعرف طبق البيض اللي ب 70 جنيه انت بتبيعه بكام؟ هو اتكلف عندك 46 بتبيعه بكام؟ 44 النهارده 44 يعني بتخسر 2 جنيه. النهارده هنخسر من جنيه بسبب اتنين. الهجمه الاعلاميه اللي حصلت. بسبب الهجمه الاعلاميه والتصريحات الغير مسؤوله لناس غير متخصصه. لما نجيب واحد ملوش علاقه بالانتاج خالص يتكلم عن السلعه ديت، دي ازمه تحصل النهارده في المزارع. الانتاج النهارده المنتجين عندهم تخوف رهيب جدا، وبدات القطعان يقلشوا على الاقل يبيع يقلش بيقلشوا ويتخلوا عن القطعان بسبب ان التكاليف غاليه. يقلش يعني يجوع الفرخه شويه علشان تبطل بيض، توقع قريشها وبعدين تاخد دوره ثانيه منها. تاخد دوره ثانيه يبقى فتره الخساره دي تتوقف عن الانتاج شويه بحيث ان تاخد منها دوره. لما يحصل فيها نافق لانك بطلتها تغذى مناعتها قلت. ما هو النافي ده اللي بيحصل. يعني انت هتخسر برضه في عدد القطيع. النافي اللي بيحصل ده كاني بربي دفعه ثانيه، تمام؟ هتوقف فتره شهرين مقابل ان انا ما تعرضش لخساره يوميه مش قادر اكمل. بس المستهلك برضه ما عندوش ذنب يا باشمهندس ايهاب، لازم يعرف السبب في كده ايه. انت بتطلع طبق البيض ب 44 ب 46 بيلاقيه في السوق ب 60 و65 و70 عشان في حلقات حضرتك الحلقات الوسيطه التجار ما بيننا وما بين المستهلك. احنا ما بنديش المستهلك مباشر، في حلقات وسيطه. الحاجه الثانيه ارتفاع التكلفه نفسها دفعت بعض المنتجين ان هم يبطئوا في الانتاج. يعني النهارده بدل ما ادخل النهارده هدخل بكره. يعني النهارده الدوره زادت. يعني النهارده في انتاج قليل وفي مش قليل. الانتاج دلوقتي هو مش قليل ليه؟ لان هو استهلاك البيض في مصر اساسا المستهلك نفسه ما بياكلش بيض. يعني احنا بناكل من 110 ل 120 بيضه لكل فرد، في حين ان في دول حوالينا بتاكل الفرد نفسه 250 بيضه النهارده و 300 بيضه. اعلى استهلاك البيض في العالم في اليابان. المغرب مثلا كانت من 5 سنين كان الفرد زينا 105 بيضه، النهارده وصل 215، لانه عارف يعني ايه قيمه غذائيه لمنتج
ده وعي غذائي. النهارده البيضه دي تعريفها العلمي هي لحم سائل. الله، تمام، لحم سائل. النهارده قطعه اللحم دي السائل، هفترض ان البيضه دي قطعه اللحم دي ب 2 جنيه او بجنيه و80 قرش، دي 60 جرام. البيضه النهارده قطعه اللحم ال 60 جرام هتبقى ب 12 جنيه. مظبوط، لو ب 175 جنيه كيلو. ده اللحم الاحمر اللي هو اللحم الاحمر ب 170. اه 170 جنيه كيلو ب 60 جرام، كانها ب 12 جنيه تقريبا. النهارده بتاخد دي ب 2 جنيه والثانيه ب 12 جنيه والقيمه الغذائيه واحده. في نفس الوقت هتلاقي كيس من البطاطس المقليه، مش عاوز اقول اسم تجاري، ايا كان بقى، كل المصنعات، كل اللي المصنعات فيها ريسك وخطوره، 5 جنيه و8 جنيه و4 جنيه ولما بتزيد ما حدش بيهاجمها حضرتك. بيهاجمونا احنا بس. الاندومي سبب جميع امراض الشعب بالشيء الفلاني، وما فيش حد بيهاجمه ولا حد بيتكلم عنه كده. طبعا. وبالتالي النهارده لما تدي طفل 2 جنيه تقول له روح اشتري حاجه سندوتش، اقل وجبه شعبيه هتبقى 4 جنيه. مظبوط. والبيضه ما زالت ب 2 جنيه، اللي هي فيها فايده وفيها كالسيوم. والناس بتشتكي ده ب 2 جنيه في السوبر ماركت، انما انت بايعها بكام؟ والناس الثانيه بتقول قطعوها، ولما هنقاطع مزارع زي دي هتقفل. لو هتيجي تستورده هياخد لك شهر ولا شهرين في سفن، لانه مش هتلاقي بطيران. احنا صح؟ ارخص سنة. لا ثانيه واحده يا استاذ محمود، اللي انا عايز اقوله ان في الحاله دي طبق البيضه لما يوصل 90 جنيه ويبقى غالي ومش هيبقى موجود، ساعتها هتشتروه وهيكون دمر صناعتك وقفل بيتك وخرب اربع، عشان ترجع تاني هتاخد اربع سنين، شرد 4 مليون موظف في المئة في ترجع بعد سنتين ثلاثه ولا اربع سنين عشان ترجع تاني تنتج من اول وجديد. احنا صاحب مين؟ احنا ارخص سلعه بيض على مستوى العالم، احنا رقم 79 في قائمه الدول اللي بتنتج بيض في رخص سلعه البيض. فاحنا النهارده بنتكلم على سلعة رخيصة، المنتج المصري شاطر فيها جدا، واحنا بنهدم السلعة ديت لحساب مين؟ مش عارفين. حساب مستوردين. لحساب مين؟ مش عارفين. المهندس إيهاب جاب الخلاصة، هو المستورد اللي عاوز يخرب كل حاجة علشان هو بيدير لوحده شوية استثمارات ومعاه 2 موظفين صادر ووارد، لكن المنتج اللي عنده 5000 و3000 و1000 و2000 ده بتتقطع ايده في دوله يعني زي ما نقول بيكدح رئيسها ليل ونهار علشان الامن الغذائي في مصر. لكن لا، الامن الغذائي وطني كمان، الفرنك ترك دين المركب، وربنا سبحانه وتعالى ينقذنا منه.